تحية للفنان الكبير أبو بكر سالم ولهالمدرسة الحلوة. ولهالمدرسة الحلوة الحضرموتية. لك أنا عندي عسل كثير طيب من اليمن. أجيب لك عسل. أنت العسل أصلاً. وأنت اليوم صوتك مثل العسل اليمني الحضرموتي. الله يرحمك. كمان يا دابة خلقه ربنا فتنة اللين والرقة وميزة في البدن عفه وفن كأنهن من نور متكون من طين.